القصف الصاروخي على مدينة اللطامي من الطائرات الحربية، البراميل المتفجرة، هذه أجزاء من الصواريخ، هذه أجزاء من الصواريخ، وهذه القنابل العنقودية كانت تنفجر بمعدل كل دقيقة تنفجر قنبلة. هذه القنابل العنقودية، وهذه هذه بعض أجزاء من الصواريخ. هنا حدث الانفجار تماما في هذا المكان، وهذه آثار بعض آثار الدمار، وما زالت النيران تشتعل. جوا في جهاز القصف للطيران الحربي على مدينة اللطامي، هذا بعض آثار من الدمار الذي خلفته آلة الأسد المدمرة في هذه المنازل يوم الاثنين 31/12/2012. هذا آثار الدمار. آثار الدمار في مدينة اللطامي.